اخباركم؟ سو كل مره بكون بصور رموش بتجيني اسئله متكرره، فقلت خليني اجاوب على هاي الاسئله اليوم لايف قدامكم، اللي هو ايش الفرق بين تشيري ورازبري باللبس. هلا انا دائما بقول لكم انه رازبري هي الثقيله، تشيري هي الخفيفه، بس بدي اشرح لكم باللبس ايش الفرق بين التنتين. هم بتناسب الناس اللي بحطوا دائما ميك اب ناعم، الناس اللي رموشهم صغار فلما يحطوا رموش ما بدهم يبينوا اوفر، الناس اللي بدهم للديلي لوك اشي حلو ناعم وبنفس الوقت ما يطلع او يبين اوفر. رموش تشيري حلبسهم على العين هاي، طبعا رموش زي ما قلت لكم من قبل راح نحط رمش تحت ورمش فوق. شوفوا كيف بعمله سحب للعين، كتير طبيعية وخفيفة. وهلا حستخدم شو؟ رازبري عشان نشوف الفرق بينهم. رازبري زي ما قلت لكم تيجي أتقل، يعني حتى الرمش نفسه تقيل. طيب أول شغلة هي إنه زي ما قلت لكم من قبل تشيري هي رموش كتير ضعيفة وناعمة وخفيفة، فمين الناس اللي بتناسب؟ فهلا بدي تشوفوا الفرق بينهم. هون عندكم رازبري تقيلة أكتر، بولد واضحة. تشيري تندمج بين رموش ناعمة، بتعطي لوك ناعم كأنها رموشكم الحقيقية. هذا الفرق بينهم، تختاروا حسب الستايل تبعكم والإشي اللي بناسبكم أكتر.